كانيس لوبيز الذئب الرمادي من الأسنان للذيل عبر 55 مليون سنة كيف هذا الصياد الشرس بأنياب لتمزيق اللحم ورؤية ليلية ممتازة وقوائم طويلة من أجل مطاردة الفريسة. هذه الحيوانات المفترسة اجتماعية جداً، تصطاد في مجموعات وتتغذى على حيوانات كبيرة مثل الثور والإلكا والموظ، لكن البشر ليسوا جزءاً من نظامها الغذائي.